وفاة الأمير مجاع بن سعر التميمي، أمير من القادة الأشداء، كان مع القائد الأمير عمر بن عبيد الله بن معمر في حرب الأزارقة. كاد عمر بن عبيد الله أن يقتل في تلك الواقعة، فدافع عنه مجاعة، فهب له عمر بعد ذلك 900,000 درهم. فقال فيه الشاعر يزيد: قد ردت عادية الكتيبة عن فتى، قد كاد يترك لحمه أقطاع. وله أمير العراقيين الحجاج بن يوسف الثقفي على أهل عمان، وكانوا قد صلبوا الوالي الذي قبله وهو أخوه القاسم بن سعر. فلما وصل إليهم رأى أخاه لا يزال مصلوبا، ثم أنزله وعاد إلى الحجاج فأرسله إلى السند، فغلب على ذلك الثغر وغزا وفتح أماكن من قندنابيل، ومات بعد سنة بمكران.